ready, steady, go. Today I'm talking about jobs. النهاردة بنتكلم عن jobs. Jobs اللي هي الايه؟ الوظائف. Jobs اللي هي الايه؟ الوظائف. طيب احنا قلنا قبل اي job، قبل اي وظيفة لازم احط a او an. a او an. يعني مثلا الطبيب اللي بيكشف عليا قلنا اسمه دكتور. اسمه دكتور. طيب هقول a doctor ولا an doctor؟ a doctor. ليه؟ لان doctor بتبدأ بحرف ساكن consonant. طب بص كده، طبيب العيون اللي بيكشف على عينيا اسمه oculist. oculist. قول يا روفان. اقول ايه؟ الله. قوليها كمان مرة. Anoculist. شفت نطقت حلو ازاي؟ كمان مرة. Anoculist. Good job. Clap for her. Thank you. يبقى انا قلت وان لازم احط واحدة فيهم قبل الجوب، قبل الوظيفة. لو بادية بكونسوننت ساكن اقول لو بادية بفاول متحرك اقول ان. طب how many vowels؟ Five vowels. What are they؟ A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. أي بقى وظيفة هتبدأ بـA؟ E, I, O, U. أحط قبلها an. يعني مثلا المهندس مش عارف اسمه إيه هن؟ Engineer. Can I say engineer? No. No. A, A, A. Engineer. اتفضل. ولا ان؟ كده ان. ليه بقى؟ اكسلنت. تبدا بفاول. برافو عليك. واتس يور نيم؟ اياد. سقفه جميله لاياد. يلا ننطقها بقى. ان انجينير. ان اوكيوليست. A doctor. حلو قوي. طب انا لو كان عندي look at the board، شايف المدرس ده مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. طب تعالى كده نقول بقى، عايزين نعمل عليه جملة، يبقى نقول ايه؟ هي ولا شي ولا ات؟ هي. هي. يبقى نبدأ بـ H capital عشان اول الجملة. هي ام ولا از ولا ار؟ هي. از. يبقى اقول هيز. اقول ايه؟ هيز. والمدرس اسمه ايه؟ teacher. يبقى اقول he's teacher. صح ولا غلط؟ no. no. ايه اللي غلط يا يوسف؟ اي. لازم احط هنا ايه؟ او ان قبل الوظيفه. يبقى يلا ننطقها كده. he's a teacher. he's a teacher. good job. طب تعالى نخليه كده بقت مدرسه، يبقى نقول عليها ايه؟ يس. نقول عليها ايه؟ شي. يبقى نقول she's a teacher. she's a teacher. طب اول الجملة ما تخلص لازم اعمل يس. قلنا اسمها period او full stop. period او full stop. عندي مثلا، تعالى كده نشوف ده كده مين ونعرفه احنا. فكر فكر فكر. نشوفه هيكشف على مين ده. No, he isn't a doctor. He isn't a doctor. He's a vet. He's a vet. هو he treats the cat. He treats the cat. بيعالج القطة. يبقى he's a vet. He's a vet. Can I say vet? No. No. قلنا بالإي تبقى ننطقها إيه. يبقى أقول vet. أقول إيه؟ مين ينطق الجملة حلو بقى؟ نقول he's a vet. حلو قوي. طب لو هي كانت دكتورة وهتكشف على القطة يبقى نقول عليها إيه؟ She's a vet. Yes. طيب الحق الحق.
نشوف مين اللي جاي ده. اتفضل المريض ينام ويرتاح. افتح بقك ايها المريض. نو وبعدين هيجي هنا. اكسلنت. مين اللي قال دنتست؟ دنتست طبيب الاسنان هيكشف على تيث على الاسنان اهو. افتح بقك يا كابتن. يبقى نقول عايزين نعمل جمله. اتفضل يا اتفضل يا فريد. هيزا دنتست. هيزا دنتست. مين شاطر يقول لي في حاجه كمان انا قايلها ينفع اقولها على دنتست؟ حد شاطر وفاكر؟ قول يا يوسف. دنست. شفت يوسف الشاطر قال ايه؟ قال لي فاكر لما انا قلت ان الان لما يجي بعدها تي ينفع اخلي التي سايلنت فاقول دنست. اقول ايه؟ سقفة كبيرة اول يوسف يا جماعة. يلا نقول he's a dentist. He's a dentist. طب هي از دي اختصرها ازاي؟ بشيل الاي واحط ابوستروفي. اشيل الاي واحط ابوستروفي. طب هي لو كانت طبيبه اسنان بقى وهتكشف على تيث يبقى اقول she's a dentist. She's a dentist. واحط في الاخر period او full stop. دايما اسيب مسافه بين الكلمه والكلمه عشان يبقى خط جميل. ابدا الجمله بحرف كابيتال وفي الاخر period او full stop. she is اختصرها ازاي؟ she is. اهي اشيل الاي واحط apostrophe. اشيل الاي واحط apostrophe. apostrophe حلو قوي. طب تعالى بقى ناخد مين عارف كلمه مكان يعني ايه؟ مكان. مكان يعني place. مكان يعني ايه؟ place. طب الاماكن places. الاماكن اسمها ايه؟ places. حلوة قوي. ركز ركز واصحى بقى يا دعاء. الطبيب اللي بيكشف عليا اسمه دكتور. اللي بيكشف على الناس المرضى اسمه ايه؟ دكتور. طب هو بيكشف عليهم في الشارع ولا بيكشف عليهم في العيادة؟ ثواني بس. في العيادة صح او المستشفى؟ العيادة بتاعت الدكتور دي. لو عايز اقول العيادة عارف اعمل ايه؟ تروح جايب دكتور دي وحطت لها ابوستروفي اس تبقى دكتورز. اسمها ايه؟ دكتورز. دي العياده بتاعت الدكتور. طيب الجزار اسمه بوتشر. 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 الجزار بيبيع ميت لحمه. بيبيعها في الشارع ولا بيبيعها في المحل؟ المحل. محل الجزار. اروح جايب بوتشر الجزار ده وحطيت له ابوستروفي اس بقى اسمها بوتشرز. ده محل الجزار. طب الخباز بيكر. بيكر. بيبيع العيش والكيك والحاجات في الشارع؟ نو. بيبيعها في المخبز. اعمل ايه يا جميل؟ احط لها ابوستروفي اس وتبقى اسمها بيكرز اللي هو المخبز. بيكرز. حلو قوي قوي. طيب طبيب العيون اللي بيكشف على عينيا قلنا اسمه اوكيوليست. اوكيوليست. طب العياده بتاعته اعمل ايه؟ اكسلنت. احط ابوستروفي اس تبقى اوكيوليستس. تعال بص كده معايا في الصفحه دي بيج 93 93. يلا نقرا كده. مكان العمل place of work. عندي الطبيب اسمه دكتور. العياده بتاعته دكتورز. الطبيب البيطري اللي بيكشف على animals اسمه vet.
مين طلع الصفحة 93؟ يس جميل برافو 93 93. اهي يلا يا قلبي قول معايا بقى. قلنا الطبيب البيطري اسمه فات. طب العيادة بتاعته فاتس. طبيب الأسنان دينتست. دينتست. العيادة بتاعته دينتستس. يا مش دينتستس لا دينتستس. اكسلنت. طبيب العيون اوكيوليست. العيادة بتاعته اوكيوليستس. برافو. ايوه كده انا بحب اللي مركزين. البقال جروسر. المحل بتاعه جروسرز. ميكانيك. الميكانيك اللي بيصلح لي العربية. المكان اللي بيصلح فيه الورشة ميكانيكس. ميكانيكس. النجار كاربنتر. النجار اسمه ايه يا دودو؟ كاربنتر. طب في حاجة في كاربنتر دي مستخبية اللي يعرفها اديله جايز. يوسف اول واحد قال يس. احلى سقفة ليوسف تاني يا جماعة. شفت يوسف الشاطر تاني برضو. لو انا بقول النجار اسمه كاربنتر راح قال لي ممكن اقولها كاربنر. راح شايل التي دي ما نطقهاش عشان قلنا الان لما يجي بعدها تي ينفع ايه؟ ينفع اخلي التي سايلنت. فقال لي كاربنر. قال لي ايه؟ كاربنر. ثانك يو سوفا حبيب قلبي. طيب كاربنر النجار. لو عايز اقول المكان الورشه بتاعته كاربنرز. كاربنرز. يس جود جوب. طيب تعال نشوف كده. ا دكتور وركس يعني الطبيب بيعمل فين؟ اتا دكتورز. اكسلنت. يلا هولد يور بنسل واكتب. ا دكتور وركس ات. الطبيب يعمل في عياده. يبقى نمبر 1 ا دكتور وركس at a doctor's. Number 2. يلا يا روفان قولي لي number 2 كده. A dentist. A dentist. Works at. Excellent. A dentist works at. دنتست. بيشتغل فين دنتست؟ طبيب الاسنان. العياده. ايوه العياده بتاعته هو اسمه دنتست. اعمل لها ايه؟ ابوستروفي اس عشان تبقى المكان بتاعه العياده. دنتست. دنتست. حلو قوي. قلنا نمبر 3 انوكيوليست. انطقها كده. طبيب العيون انوكيوليست. Anoculist. Works at. Anoculist. Works at. Works at. خليها لازقة في بعض. أقول works at. حلو قوي. Anoculist. Works at. فين بيشتغل؟ فين يا نودي؟ اي ا ولا ان؟ ان يس عشان دي بتبدا بفاو. انوكيوليست. زودت لي نودي ابوستروفي اس. يلا نقولها كده. انوكيوليست. يا دعاء وركس ات. انوكيوليست. يلا يا رمزي نمبر 4. A vet works at a
بيشتغل فين؟ قلنا عشان نجيب المكان نعمل ايه يا رانس؟ مش فول ستوب بقى، احنا قلنا او فيت، ادي الطبيب البيطري، احط لها ايه دي اسمها ايه؟ ابوستروفي. اسمها ايه؟ ابوستروفي، وبعديها اس، يبقى اسمها ايه؟ اقريها كده فيتس. شطوره، يلا قولي بقى الجمله معايا. افيت وركس ات فيتس. قوليها لوحدك كده. قولي دي كده وركس ات. كمان مره. قولي ما تخافي. افيتس، يس. افيت وركس ات افيتس. افيت وركس ات افيتس. يا حلا ركزي يا لولي بقى. يلا ادم. نمبر 5، ا جروسر، البقال. يس، جود جوب. بس انا عايز الناس تتعود على وركس ات، نخليها لازقه في بعضها في النطق كده. A grocer works at. حلو قوي يا ادم. Works at a grocer's. برافو عليك. Thank you ادم. يلا قولها لي كمان مره يا ادم كده. Thank you so much. حلو قوي. A grocer works at a grocer's. Good job. الباقيين خدهم في الهوم ورك. تعال عشان اعلمك تقرا دول يا شباب. بيج 92، بص هات صفحه 91، 91 من تحت كده. هو ام اي دي؟ هو ام اي؟ انا مين؟ ايه يا مالك؟ سيب الكتابه بقى دلوقتي وركز هنا. 91، 91 من اول هو ام اي دي هنقرا. 91 من تحت اهي. هو ام اي؟ بالله عليك ركز بقى ما تتكلمش. Who am I؟ يعني من أكون؟ أنا مين؟ Who am I؟ I'm the person. كلمة person يعني شخص يا حلا. نسيب القلم ونركز. I'm the person يعني أنا الشخص. I'm the person يعني أنا الشخص اللي بيعمل إيه؟ Who can treat animals. احنا قلنا treat يعني يعالج. Treat يعني ايه؟ يعالج. I'm the person who can treat animals. اللي بيعالج animals. مين ده؟ vet. يبقى نكتب كده قصادها vet. I'm the person. خلي بالك من النطق ده عشان هقوم ناس يقروا الجملة كلها. I'm the person. انا الشخص. Who can treat eyes. Who can treat. يعالج. Eyes. Anoculist. Anoculist. Clap for Nada. Nada, here you are. Fish, thank you. Thank you. You're welcome. Okay. يبقى تاني واحد ده. قلنا أول واحد أفت، تاني واحد Anoculist. تالت واحد number 3، I'm the person. أنا الشخص. I'm the person who can treat teeth. Okay يا روفان. Dentist. أقول a dentist ولا an؟ A dentist. Good job يا أحلى روفي. Thank you روفان. Whoop. Okay thank you. يلا يا سارة stand up. I'm the person who can treat the sick. اللي بيعالج المرضى. Doctor. Yes, good job. نقول a doctor ولا an doctor يا سارة؟ A doctor. A doctor. Good job. Thank you, Sara. Okay. I'm the person who can put out fires. Put out fires. ياسين. No. مش اسمها كده. قول يا فارس. Fire fighter. Yes. قلنا ممكن نقول عليه fire fighter أو fireman. Fire fighter أو fire
man. 92 اول جمله فيها بيقول I'm the person who can mend cars. Mend يعني يصلح. Mend cars يصلح عربيات. مين ده يا ميكانيك؟ What's your name؟ محمد ايه؟ محمد ايه؟ حازم. ماشي يا محمد حازم. ميكانيك دي احط لها اول ان يبقى اقول ميكانيك. اكسلنت محمد حازم جود جوب. هديك جايز بعد كده. I'm the person انا الشخص who can mend wood. mend قلنا يعني يصلح. wood الخشب. اياد كاربنتر. يس جود جوب. اقول ا كاربنتر ولا ان يا دودو؟ قول يا اياد. ا كاربنتر. جود جوب. اكسلنت يا دعاء. ما تقوليش من غير ما تستأذني يا روحي. قولي اللي بعدها انت يلا. I'm the person who can mend pipes اللي بيصلح المواسير. ده السباك بقى. قولي ادم. بلامر. برافو عليك يا ادم. برافو اكسلنت ممتاز. بلامر. وعندي حرف البي هنا سايلنت عشان قبله ام. اول اني يا ادم. A plumber. A plumber is a bat who can mend pipes. اللي بيصلح pipes يعني مواسير. I'm the person who can sell tea. بيبيع شاي. احمد وليد. Grocer. Good job. البقال. Grocer. اول اني A grocer. Yes, good job. Excellent. I'm the person who can sell sugar. بيبيع سكر يا يوسف. برضو هو a grocer. البقال. I'm the person who can sell bread. Bread يعني ايه يا نور؟ العيش. مين بيبيع العيش ده؟ الخباز. اسمه ايه بقى؟ بيكر. اسمه ايه؟ بيكر. احط لها اول ان عشان بتبدا بكونسونت. ا بيكر. جود جوب. هو كان سيل بريد اللي بيبيع خبز وبيبيع كيكس كمان. ام ذا بيرسون هو كان سيل كيكس. مين بيبيع كيكس؟ A baker. يبقى اكتبها تاني برضو. I'm the person who can sell meat. مين هيرفع ايده ويقول لي مين بيبيع meat؟ سجا. Butcher. Good job يا عم يا عمر يا انا. Butcher الجزار. اول عني يا سجا. A butcher الجزار. برافو عليك. Thank you so much. يلا هنا نقرا. اقرا معايا كده. My father is a doctor. My father is a doctor. ركز بقى بليز عشان عايز كل الناس تقرا ده كويس. ها اقرا معايا. My father is a doctor. My father is a doctor. طلع لسانك في الذا. My father. My father. My father is a doctor. My father is a doctor. He's 50 years old. لو لقيت حد ما بيقراش هزعل منه. My father is a doctor. My father is a doctor. He is 50 years old. He is 50 years old. عمره 50 سنة. He has a car. He has a car. هو عنده عربية. He treats the sick. He treats the sick. قولي يا لوج. قولي يا لوج. He treats the sick. ما تبصليش انا بص للي بيتكتب ده اللي انت بتقراه ده. He treats the sick. He treats the sick. هو بيعالج المرضى. He has a clinic. He has a clinic. هو عنده عيادة. العيادة اسمها clinic. He has a clinic. He has a clinic. He works at a hospital. He works at a hospital. هو بيشتغل في مستشفى. He works at a hospital. He works
He works at. He works at. He works at the. Hospital. 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 Yes, good job. Write a paragraph about a dentist. بيقول لي اكتب paragraph عن dentist, طبيب الأسنان. Okay? تعال كده نخلي طبيب الأسنان ده يعني أنا أخليه بابايا. فأقول إيه؟ أقول my father. My father is a dentist. ما تنساش تبدأ جملتك بحرف capital. My father is a dentist. لو عايز أقول بابا مدرس هقول my father is a teacher. عايز أقول بابا مهندس my father is an engineer. My father is a doctor. My father is an oculist. لو هتكتب عن اي واحد من الوظائف خلي باباك هو اللي بيشتغل في الوظيفة. وبعدين قول عمره هتقول he is. بعد الجملة ما تخلص ما ننساش نعمل period ونبدأ جملة جديدة بحرف capital. He is. حط له سن مثلا اي حاجة 40 years old. He's 40 years old. ونقول بيعمل ايه بقى؟ هو دنتست بيعمل ايه؟ بيعالج الايه؟ الاسنان. يبقى عسل. هي يعالج قلنا اسمها ايه؟ مين شاطر؟ نو تريتس. هي تريتس. خلي بالك لازم تعرفه عشان هتكتبها في الباراجرافز. He treats. هو بيعالج. بيعالج ايه dentist؟ بيعالج teeth. He treats teeth. بيعالج الاسنان. ونشوف المكان اللي بيشتغل فيه نقول he works at. هو يعمل في. He works at. عايز اجيب المكان اللي بيشتغل فيه دنتست اعمل ايه؟ قول يا ابتسام. دنتست. احط لها ابوستروفي اس. برافو عليك. هي وركس ات دنتست. كده خلصت باراجراف عن دنتست. لو حبينا نكتب عن فيت طبيب بيطري يبقى اقول بابا طبيب بيطري. اقولها زي ما عملت هنا هقول my father is a vet. my father is a vet. وبعدين اقول عمره سنه كام. لو عايزه 45 اقول he is a. he is 45. excellent. he is 45 years old. he is 45 years old. عايزين نقول هو بيعمل ايه؟ vet بيعالج مين؟ animals. يبقى اقول هو يعالج الحيوانات. مين الشاطر اللي هيقولها لي؟ اتفضل يا ياسين. او هو يعالج اي خدناها قبل كده. he treats. he treats animals. he treats animals. بيعالج الحيوانات. اول الجملة ما تخلص اعمل period او full stop. period stop. عسل. طيب عايزين نقول هو بيشتغل فين؟ يبقى اقول هو يعمل في. he works at. اقول ايه؟ جميلة. he works at. يا جوجو لو انا عايز اجيب المكان اللي بيشتغل فيه فيت اعمل ايه؟ excellent. he works at a vets. ممتازة. excellent. برافو. اهو حطيت لي ايه؟ جابت فيت وحطيت له apostrophe s. excellent. he works at a vets. بيشتغل في عيادة الطبيب البيطري. انت بقى زي الشاطر هتعمل لي
teacher في البيت تكتب ايه عن teacher؟ هتقول my father is a teacher. He is وتحط له سن مثلا 50 years old, 40 years old, 30 years old زي ما تحب تديله سن. وبعدين هتقول هو بيعمل ايه؟ المدرس قلنا بيعمل ايه؟ teaches students بيعلم الطلبة. teaches students بيعلم الطلبة هتلاقيها برضو عندك في الكتاب. وبعدين اقول هو بيشتغل فين؟ هو المدرس بيشتغل فين؟ في التلاجة؟ في الغسالة؟ بس خلاص عرفت، في المطبخ. امال بيشتغل فين؟ school. He works at school. He works at school. بيشتغل في المدرسة. يلا باشا نقول numbers. يلا نعد كده مع بعض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. سيب قلمك. Leave your pencil. Close your book. Close your book. هنكمل في البيت. Close your book. Close, close. يلا نلعب لعبة كده نفوق. Let's play a game. Let's play a game. Put your hands like this. Up. Down. Up. Down. Down. اصحى. Put your hands again. Up. Down. Up, down, up, up, up. Now, let's play another game. Let's play another game. Huh? بص نعمل يمين شمال، يمين شمال. Okay. يلا أنا هعملك على ناحيتك. Right, left, right, left, right, left. بص أقول إزاي. Right, left, right, left. Again, yell. Right, left, left. اصحى بقى. Right, left, right, left, right, left. Okay, ماشي. Let's count. لما تقول يلا نعد تقول let's count. والأرقام اسمها numbers. Numbers. يلا. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seven, eight, nine, ten. اوعى تقول تن. تن يعني علبة صفيح. العشرة بتاعتنا اسمها تن. Eleven. قول يا مالك. Twelve. Thirteen. Fourteen. بص من اول التلاتاشر لحد التسعتاشر هتلاقي المقطع الاخير بتاعها اسمه تين. اهو يلا كده اهو من اول 13 ل 19 هتلاقي اخرها كده تين. يلا انطق معايا 13. فاكرين احنا متفقين على حاجه الاي ار بوز بطه ثر. يلا اديني البوز ده. ثر 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 تين 13 14 15 15 16 17 17 18 19. بص بقى عشان ما تتلخبطش مع اللي جايين دول، ركز معايا بقى. 30 40 50 60 70 80 90. الكبار دول بيبقى مش اخرهم تين، بيبقى اخرهم تي. عشان ما تتلخبطش بين ال 13 وال 30، ال 13 اسمها 13 لكن ال 30 اسمها 30. يلا 40 50
60 70 80 90 عرفناهم كده. يلا بقى نقول المية. 100 شد في شعرك شد المية. 100 بص ما قولش 100 دي والقرب يعملوا صوت ايه جرح جرح. قول 100 100 طب تعالى كده يلا نقول 100 200 300 400 500 600 يلا بينا اهو 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1000 لازم تطلع لسانك هنا والاس ينطقها زي 1000 1000 1000 مين يا بيت ركزي هنا 1000 1000 يس. طب يلا بينا نقول كده 100 بص ما قلت 100 الدي والار بيعملوا جرا جرا 100 200 300 400 500 وهكذا بقى نفس الفكرة كده. طب تعالى أعلمك لو هتنطق أرقام رقم مكون من 3 أرقام بقى ما فيهوش إيه الاصفار دي. تعالى كده يا صديقي يلا بينا ننطق دول كده. بص المية انطقها لوحدها يعني 144 يبقى نقول 100 100 اللي هي ايه 100 اسمها ايه 100 and وبعدين نقول 44 ننطق الاربعين الاول بقى الاربعة واربعين يبقى 44 144 طب يلا عشان اسأل بقى اهو هنا 257 يبقى 200 نقول ال 200 الاول اللي هي كام 200 57 يبقى نقول مين السبعة ولا الخمسين الاول الخمسين يبقى 57 157 طب يلا الشاطر اللي هيقول لي 399 ارفع ايدك raise your hand يلا بينا يا روفي استني بس قولي لي ايه الرقم بالعربي 395 حلو 300 30 ليه 300 يعني كام المية يعني 100 200 200 يبقى 300 300 ايوه 99 ننطق التسعين الاول 99 100 399 300 799 732 732 يلا يا فيروز 700 وبعدين قلت الاثنين وثلاثين شطرة and 32 good job مين هيقولي 428 يلا يا حلق بص يا قلبي دول 400 يبقوا كام 400 ها
and بص بقى 28 ننطق العشرين الأول اللي هي كام؟ 28 one. يبقى هنا عندي 428. عرفنا ننطق التلات أرقام إزاي؟ أو انطق المية لوحدها، الميتين لوحدها، وبعدين الرقمين التانيين مثلا لو 44 يبقى ننطق الأربعين الأول 40، 57 ننطق الخمسين الأول 50. أوكي؟ طيب تعال نشوف بقى العلامات بتاعت الماس. زائد يعني ايه؟ بلس. زائد يعني ايه؟ بلس. ناقص يعني ايه؟ ماينس. عايز اقول مثلا 9 بلس 1، عايز اعملها مسألة 9 بلس 1 اهي، يبقى 9 بلس 1 equals. علامة يساوي دي اسمها ايه؟ equals. اسمها ايه؟ equals. 9 plus 1 equals 10. حلوة قوي. طيب عايز اعمل ناقص بقى، عايز اقول مثلا 4 minus. minus دي يعني ايه؟ ناقص. 4 minus 2 يبقى عاملها كده 4 minus 2 equals 2. طب دي علامة الايه؟ الضرب. علامة في اسمها times by. يعني لو عايز اقول 2 times by 2 يعني 2 في 2 اعملها كده 2 times by 2 equals 4. 2 times by 3 equals 6. 2 times by 4 equals 8. 2 times by 5 equals 10. 2 times by 6 equals 12. 2 times by 7 equals 14. 2 times by 8 equals 16. 2 times by 9 equals 18. 2 times by 10 equals 20. يبقى علامة الضرب تقول 2 times by 4 times by اسمها times by. times by. هنا بس هنقص لي الكلمات الجديدة بقى. الكلمات اسمها places صفحة 101 101. الكلمات اللي هتبقى عليا places الأماكن. يلا نقولها. السطح roof. roof. السقف ceiling. ماشي. blanket. blanket. المراية mirror. 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 السكينة knife. سايلنت عشان بعدها ايه؟ نايف. عندي الحنفية تاب. بص كلمة حجرة اللي عندك اشطبها واكتب حلة عشان الحلة اسمها بوت. اشطب كلمة حجرة واكتب مكانها حلة او اناء اسمها بوت. فريزر. 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 اي ار اعملها بوز بطه تاني اهو. فريزر. فريزر. يس. المروحه فان. سلة المؤمنات اللي بنرمي فيها دي اسمها بين. بين. يس. بلايسز ات هوم بقى الاماكن اللي في البيت. الصاله هال. محدش بيقول هال. حجره الطعام دايننج روم. حجرة النوم bedroom. الحمام bathroom. اوكي. عندنا اماكن برا لسه في المطبخ برضو kitchen. garden. اماكن برا البيت بقى الفندق اسمه hotel. hotel. bank. bank. hospital. hospital. الصيدلية pharmacy.
في اتش بنطقها ف فارماسي مسجد سكول بيكري ماركت بوتشرز جروسرز. دي الاماكن اخر حاجه هتبقى صفحه 103 هومر. كل اللي قبل 103 هومر. كل اللي قبل 103 هومر. اوكي اوكي يلا بينا. بص يا صديقي، شايف لتر بي؟ بي فور بوك، تمام. ولتر ام مش طايقين بعض خالص، ما بيحبوش بعض. اول لتر ام ما يجي بعده بي فور بوك، ما ننطقش بي فور بوك دي خالص، نخليها سايلنت. بص بتلاقيه غلبان بقى، ملوش صوت، بيقعد ساكت. لتر بي ده لو جه بعد الام. تعال نقرا كده. لام بوم كم دم نم. طب ما نطقناش لتر بي ليه؟ عشان غلبان ملوش صوت بعد الام. اوكي اوكي. برضو عندنا مقطع غلبان تاني خالص ما بننطقوش، اللي هو الجي اتش. لو جه قبله اي وبعده تي هيبقى غلبان ملوش صوت خالص، سايلنت. زي هنا اهو، سايت فايت. شفت الجي اتش سايلنت ما ننطقهاش عشان قبلها اي وبعدها تي. لايت نايت تايت هايت بايت ويت. اوكي. بص حرف الاكس المكار ما بيزعلش حد خالص بقى، اخر الكلمة ننطقه اكس عادي. يلا كده نشوف. فوكس بوكس سيكس اوكس تاكس. طب الحق، لو جه لتر اكس بتوين تو باولز بين حرفين متحركين، بص هنطقه ازاي؟ جزا جزا زي كده. اكزت اكزام اكزامبل اكزامبل اكزامن اكزامن. طب لو جه لتر اكس في اول الكلمه بننطقه زي، بننطقه زي. زايلوفون بص عارف الاكسلفون اللي بنلعب بيه، بس ما بنقولش بقى في الانجليش اكسلفون، بنقول زايلوفون. زايلو زايلو زايلوفون. وهنا الكلمة دي انطقها ازاي عشان الاكس في الاول؟ زينن زينن. جميل قوي. تعال بقى نروح فين. بص من اول التشوز ده يبقى هومور. ايوه. ويلا نقرا كاردينال نمبرز، الاعداد او الارقام الاعتيادي. 0 1 2 3 4 5 6. اكتب انت 6 زودها عشان مش موجود. 7 8 9 10 11 12. بص من اول 13 هتلاقي المقطع ده بينتهي، الكلمة بتنتهي بمقطع تين. 13 14 15 نقف. يلا جميل نقرا من اول 13 تاني. 13 14 15 16 17 18 19 ربتين يا مجانين. 20 ينفع نقول 20 وينفع نقول 20. بص بقى لو قلنا 20 30 40 50 60 يلا نقولها كده 20. دي اخرها ايه بقى؟ تي. اخرها ايه؟ تي. 20 30 40 50 60 70 80 90. طيب الارقام الصغيره بقى، لو انا عايز اقول 25
انطى العشرين الاول اقول 25 67 يبقى انطى الستين الاول اقول 67 99 يبقى انطى التسعين الاول 99 وهكذا. طيب 100 المية اسمها ايه؟ 100. بص ما اقول ازاي اقولش 100 بقول 100 عشان الدي والار بيعملوا 100 100 200 300 400 وهكذا بقى لحد 900 اوكي. طيب لو عايزين نرى الارقام اللي متكونة من ثلاث ارقام زي كده ده 145 يبقى نقول ايه 100 الاول 100 and 45. طب 158 يبقى ننطق ال 100 الاول 100 and 58. طب 999 يبقى انطق مين الاول 900 اللي هي 900 وبعدين ال 99 نقول and 99 yes 200 and 65 400 and 56. ركز يا محمد اسلام عشان هسأل 333. طب الالف بقى اسمها ايه؟ ايوه طلع لسان thousand thousand one thousand two thousand three thousand حد او عايز اقول 10,000 10,000. طب تعالى لو عايز اقول زائد اقول بلس. طب لو عايز ناقص ماينس. طب لو هعمل ضرب لو عايز اقول 2 في 4 يبقى 2 تايمز 4 2 تايمز 4 او اقول باي 4 يبقى علامه الضرب ممكن اقولها تايمز او by او multiplied by 1 plus 1 plus 1 نعملها ازاي دي يلا نكتبها كده 1 plus 1 plus 1 نكتبها بالحسابات كده 1 plus 1 plus 1 equals يساوي اسمها equal 3 yes يلا اكتبها قصادها 1 plus 1 plus 1 equals 3 اهي يا حبيب قلب صفحة 97 يا عثمان 97 6 plus 6 plus 1 6 plus 6 plus 1 equals 6 plus 6 12 bravo plus 1 13 يبقى كده برافو عليك يا جانا ممتاز. والباقيين دول homework وهتعمل ماينس بقى هات الماينس كده نعمل 3 ماينس 1 يبقى نعمل كده 3 ماينس 1 equals 2 yes والباقيين انت عمل. طيب multiplication table 2 جدول الاثنين تعال نعملها كده نشوفها بقى مين حافظ جدول الضرب او جدول الاثنين او multiplication table 2 2 times by 2 4 يبقى اكتبها الاول ايوه اهو 2 times by 2 اعملها كده equals 4. طيب 2 times by 3 اعملها كده 6 equals 6. 2 times by 4 equals 8. 2 times by 7 equals 14. 2 times by 8 equals 16. دي تعملها في البيت تكملوا كله. طبعا فاكرين احنا بقى عارفين بنسأل عن العدد بهاو ميني نسأل عن العدد بايام يوسف هاو ميني
لازم هاو ميني يجي بعدها بلورال ناون اسم جمع. هاو ميني بوكس، هاو ميني كارز، هاو ميني جوتس، هاو ميني شيب. طب ايش معنى شيب دي ما فيهاش اس؟ مش احنا بنقول هاو ميني بعدها جمع على طول؟ مين شاطر يقول؟ مش احنا قلنا هاو ميني لازم بعدها جمع؟ طب ينفع هاو ميني شيب؟ اه ليه بقى؟ عشان شيب جمع بس ما فيهاش اس في الاخر، جمع غير منتظم. برافو عليك. هاو ميني بوكس ار ذير؟ قال لي 20 بوكس. دي نجاوبها زي ما نحب اي حاجه لان مفيش قطعه. هاو ميني كارز ار ذير؟ ممكن تقول 2 كارز. هنا 3 جوتس، 5 شيب، 2 داكس، 7 بيز، زي ما تحب اكتب اي رقم. احنا قايلين ذا ذا بننطقها ذا لو بعدها كونسوننت ساكن. يعني هنا نقول ذا كات، ذا بوي، ذا مان، ذا كات. لكن لو جه بعدها متحرك نقولها ايه؟ ذي. برافو عليك. هنا نقول ايه؟ ذا اي. انطق يا اسد، انطق يا عثمان معاي. ذا اي، ذا انت، ذا ارم، ذا اوكس. حرف الكي لتر كي لو جه بعده ان يبقى الكي سايلنت اهو. نو، نيف، نايف، ناك، ني، نابساك، نت، نوت. كل الكي سايلنت عشان بعدها ان. نيد، نايت، نكل، نو. بص كده بعض الكلمات اللي نهايتها واي بنطقها اي كده. بيبي، بيبي. ستادي، ستادي. فاني، فاني. كاري، كاري. هوبي، هوبي. بابي، بابي. ساني، ساني. ماري، ماري. ده كمان هوم ورك. اه وهناخد الكلمات الجديده بقى اللي انت هتحفظها. places يعني اماكن. اول مكان السطح، roof. بص الدبل او بعملها او كده بقرف كده. roof. roof. yes. السقف اسمه ceiling. ceiling. الارضيه بتاعت الحجره اسمها floor. floor. والباب door. door. window. ما قلتش window او window. table. table. chair. chair. لازم تبين تش عشان سي اتش تش. ايوه قول chair. switch. عارف الكوبس بتاع الكهرباء ده اللي بنحط فيه الفيشه اسمه switch. اللمبه lamp. Lamp. البوتاجاز cooker. cooker. اه ال اي ار اعملها بوز بطه. cooker. fridge. fridge. spoon. spoon. pan. pan. الطاسه اللي بنقلي فيها. السرير bed. bed. السجاده carpet. carpet. mat. mat. سجاده برضو. الملايه اللي بنفرشها على السرير اسمها ايه؟ sheet. sheet. المخده اللي بننام عليها pillow. 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 البطانيه blanket. 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 المرايه اسمها ايه؟ mirror. mirror. بص اعمل الاركيد mirror. حنفية السكينة الأول نايف. كي سايلنس عشان بعدها إن. نايف. أنت يا عثمان. الحنفية اسمها تاب. كلمة بوت يعني حلة. اشطب حجرة دي واكتب حلة. بوت. بوت. اسمها إيه؟ إناء أو حلة. بوت. فريزر. ضم بقك في الإي آر. freezer. fan. fan. bin. bin.
طب الاماكن places at home اللي جوه البيت بقى الصاله اسمها ايه؟ هال. اي بعدها دبل ال قول هال. حجره الطعام اللي بناكل فيها اسمها دايننج روم. دايننج روم يا يوسف انت bedroom kitchen garden اي مكان جوه البيت نحط قبله in. نحط قبله in ونحط قبله ده كمان. خلي بالك عشان ده يبقى معانا في الهوم ورك. هي تكون في الحمام. هي يعني ايه؟ شي. حلو قوي. طب يلا عشان نكتب ده مع بعض. هي تكون في الحمام. شي ام ولا از ولا ار؟ شي از. في الحمام. في هنا يبقى اسمها ان عشان المكان جوه البيت يبقى نقول ان. شي از ان الحمام. اسمه ايه؟ ذا باثروم. ذا باثروم. يبقى يلا نكتب هنا مع بعض. شي از ان ذا باثروم. يلا شي تساش تبدا الجمله بتاعتك باللتر يكون كابيتال. شي از ممكن نختصرها كده شي از ان ذا 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 المكان اللي جوه البيت نحط قبله ذا. She's in the bathroom. طب أسيلة هتقول لي هي تكون في الحديقة. الحديقة garden. يبقى she is in the garden. Yes. يبقى أول واحدة she's in the bathroom والتانية she's in the garden. برافو يا أسيل. طيب يا بتول هي تكون في حجرة النوم bedroom. يبقى إيه؟ ايوه شطوره. شيز ان حجره النوم اسمها بيدروم. يبقى شيز ان ذا بيدروم. اكسلنت. شي از ان ذا بيدروم. احنا في رقم 3. شيز ان ذا بيدروم. حجره الطعام اسمها دايننج روم يا جنى. عايز اقول هو يكون في حجره الطعام. يلا ملين. هو يعني ايه؟ برافو. طب هي ام ولا از ولا ار؟ يبقى اقول هي از ان ذا. قلنا اسمها ايه بقى؟ دايننج روم. هي از ان ذا دايننج روم. ازيك يا لوكا؟ اهلا اهلا. هي از ان ذا دايننج روم. سوفا. He is in the dining room. He is in the dining room. طب هو في المطبخ. مين اللي يقول لي هو في المطبخ؟ جوجو حبيبتي. He is in the kitchen. يلا نقولها على بعضها بقى. He's in the kitchen. قلبي يا جوجو براب. He's in the kitchen. He's in the kitchen. واخر الجمله نحط بيريود او فول ستوب. خلي بالك بقى من اللي جاي ده عشان ده مهم قوي. لو الاماكن خارج البيت بقى زي ايه؟ هوتيل. انت معايا. الفندق اسمه ايه؟ هوتيل. بانك. هوسبيتال. الصيدليه اسمها ايه؟ فارماسي. بي اتش ف ف فارماسي. مسجد. سكول. بيكري. ماركت. محل الجزارة بتاع الجزارة اللي بنجيب منه اللحمة. بوتشرز. محل البقالة نجيب شاي وسكر وحاجات. جروسرز. مش احنا قلنا جوه البيت نقول فيه تبقى ان، لكن الحاجات الاماكن اللي بره البيت دي نقول قبلها ات. يعني في، يعني عايز اقول في محل الجزار ما اقولش ان ذا بوتشرز، اقول ات ذا بوتشرز. في الفندق ما اقولش ان ذا هوتيل، اقول ايه يا محمد؟ ات ذا هوتيل. ركز.
عايز اقول في المستشفى، اقول at the hospital. في البنك، at the bank. اوكي طيب تعالى كده نشوف الجمل. هي تكون في البنك. يلا مين اللي هيعمل لي الجمله دي؟ قول يا محمد يا اسلام. هي يعني ايه؟ شي. مش احنا لسه قايلين بقى الاماكن اللي بره البيت ما نقولش ان، نقول ات. شي از، ايوه برافو عليك، شي از ات ذا بانك. والباقيين اعملهم في الهوم ورك، وما تنساش في مع الاماكن اللي بره البيت، الاماكن العامه دي تاخد ات، تقولها ات مش ان. اتفقنا؟ يبقى الهوم ورك بتاعنا هيكون اخر حاجه في بيج 103 سيريز ان ايجيبت. تعالى نقرا المدن دي اخر حاجه. اسوان، بورت سعيد، ايجيبت. طبعا دي دوله مش مدينه. داميرا، مدينه دمياط اسمها ايه؟ داميرا. الكسندريا، بص الاكس انا طقطقتها ازاي؟ الكس، الكسندريا، الكسندريا. كايرو، كايرو. اي مدينه نحط قبلها ان يعني في، لكن الاماكن اللي بره البيت زي هوتيل وبانك ات. برافو عليك. خلاص كده ده اخر حاجه عندنا. اوكي ولو سمحت سجل لي الايه الاماكن اللي احنا خدناها دي. هوتيل، بنك، هوسبيتال، فارماسي، مسجد، والحاجات اللي خدتها قبليهم اهي دول. ماشي اسمعهم كويس. روف، سيلينج، فلور، دور. اسمعهم كذا مره الاول في الفيديو وبعدين سجلهم وابعتهم. When we finish we always say goodbye.